Morgan. نستمع الآن إلى دعاء السفر وهو من الأدعية النبوية الشريفة التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بداية السفر. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to say upon commencement of travel. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المهد والمهد